يصل منتوج الشاي من بلاد الصين إلى خزائن شركة بيل للتوزيع في ظروف نقل آمنة وتعليب يحمي النبتة من أي تلف قد يلحق أو يضر بها. وبأياد أمينة يتسلم المختبر عينات من المنتوج ليجري عليها التحاليل الضرورية لقياس الجودة والتأكد من مدى استجابتها لمعايير السلامة الصحية التي يفرضها المكتب الوطني للمنتجات الغذائية. وبعد عدة محطات من التمحيص والمصافي يصبح المنتوج جاهزاً للتعبئة، وهناك تستأنف النبتة رحلتها داخل وحدات مصنفة تستجيب هي الأخرى لمصادر دقيقة تراعي جودة التخزين كعنصر مهم في عملية الإنتاج وفق مواصفات الصحة المعمول بها وطنياً ودولياً. وعندما يصبح منتوج الشاي جاهزاً للتعبئة والشحن يتذوقه الخبراء وطواقم الإنتاج ليصبح مشروباً مميزاً يلبي أذواق عشاق أتاي السبع.